نعم، عليهم أن لا يغفلوا المؤمنون منهم اسم الله تبارك وتعالى، وتكرر أعوذ بكلمة لا تامة بشر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيء مفرد له السمع والسميع العليم، وأن لا يغفلوا الابتسامة في وجوهها ولها، وتبشيرهم بأنه ممكن زوالهم، ممكن لفوف، بأن يخفف الوطأة على ذلك المريض. ومن كان من المرضى إذا مسلما يرشده مع ما يعطيه من أدوية إلى ذكر الله وإلى كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم مثوبة الله تعالى له في بشاشته في وجه المريض وإدخال السرور على قلبه، أعظم قد يفوق العلاج بحد ذاته، لأنه أمر متعلق بذوق قلبي روحي يفوق شان الجسد وراحته، فراحة القلب تفوق راحة الجسد. فالابتسامة والبشاشة وإدخال السرور وبعث الرجاء والأمل مع المريض من أقوى الأسباب التي يكسبها هذا المريض، وفي نفس الوقت حتى هي تساعد على تقوية مناعة المريض، وحينئذ تساعد على القضاء على الفيروس الذي أصابه إلى ذلك. فكلها، والعجيب أن عامة الأسباب الباطنة تمتد عروقها إلى سبب ظاهر، هو سبب باطن ولكن يمتد عروقه إلى سبب ظاهر مظاهر، حتى جوانب الأذكار هذه وكثرة الدعاء تقوي جوانب حتى هي في همة الإنسان، في مناعة الإنسان، في ثقة الإنسان، فتؤثر على المناعة أيضا، فيكون سبب، فهو سبب باطن ولكنه له امتداد رجيلة إلى الأمر الظاهر.